بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي، مرات كنكونوا كنقلبوا هكا في البورتابل او في البيسي ديالنا كنلقاو شي ذكريات زوينين كنبغوا نرجعوا نشاركوها معكم. هنايا حبيباتي هذا الفيديو اللي كندير ديال بيت الخزين من البداية للنهاية بالتطبيق. بغيتي يكون عندك بيت الخزين، ما عرفتي من فين تبداي، فلوسك قليلة. هاد الصورة هادي هزوها بزاف الصفحات في الفيسبوك وحطوها على انها الصورة ديالهم. البعض تواصلت معاهم الله يجازيهم، حيدوها. قلت لهم يا اما تحيدوها يا اما دير من حقي، هذا حق من حقوقي. الفيديوهات فاش كيهزهم كنخليهم لانه عليهم سميت خديجه الصحراويه. ما عليناش، المهم انا كنبغي الانسان فاش كيحط الحاجه الا كانت ديالو يقول ديالي، ماشي ديالو يقول ماشي ديالي، كانت الفكره ديالو يقول فكرتي، كانت الفكره ماشي ديالو يقول ماشي ديالي. عادي باش الانسان يكون بعدا كينصادق مع نفسه هو الاول، مع الله بعدين مع نفسه، لان الله سبحانه وتعالى راه كل واحد عارف شنو كيقول. هنايا شاركت معكم هذا الفيديو. هذا كنت درت واحد الروتين ديال الكوتيات ديال الفطورات انايا، او انا يعني عندي واحد من نهار عرفتوني من القناة قبل، البنات اللي كيعرفوني من المنتدى في 2014 2015 2016، كنت في منتدى أناقة مغربية حتى تبدل تباع ما عرفت شنو وقع فيه، المهم كاع ما بقاش دابا كيطلع ليا. كنت مشاركة فيه بسميت إلهام 34، كنت كنحط فيه النظام ديال داري، كيفاش بنيت داري، ننصح بحال هنايا في القناة، غير هو كنت أنا كنعطي داكشي بالمجان. صحاب المنتدى هما اللي كانوا كيتخلصوا داكشي اللي كنديرو حنا، هما كيتخلصوا عليه. ما علينا، وسامحين لهم وبارك الله، ما كان حتى واحد كيفرض علينا نحطوا داكشي، حنا كندخلوا بارادتنا يعني ما حتى واحد. المهم هنايا كنت الا عرفتو كنت كنحط الكوتيات، كنصاوب فطورات، يعني كنصاوب واحد الكميه كبيره كتديني واحد المده، ما نبغيش نبقى اشنو غندير اليوم الكوتي ونوض خاصني ندير الكوتي، اشنو خاصني نوجد غدا الفطور نوض خاصني نوجد، لا كيكون على الخبز عاوتاني نفس الشيء. وانتم عرفتوني قلت لكم انا ما كنضيع الخبز، كندير خبز صغير. هنايا شاركت معكم هنايا هاد الكوتيات هادو، هاد الفطورات هادو. هنا غنخلي لكم هضرت صوتي، ولكن هنا غنخلي لكم الفيديو بحالاش كنت صورته، وهذا الشيء راه مشاركته معكم في القناه، غير هاد الخبز هذا اللي هنايا غادي تشوفوه من بعد هو ديال هاد الاسبوع. هذا عجنت 3 د العجنات، وحده صغيره بالخميره البلديه ودايره فيها دقيق الزرع اللي هو دقيق الشعير، وجوج عجنات بالخميره العاديه وبسميتو وبالفورس والفينو. صافي حبيباتي الغاليات، والخبز كيبقى في الكونجيلاتور، راه وريتكم خبزي كنجبدو من الكونجيلاتور قدامكم، كنسخنو قدامكم سواء في الميكرو اوندا وكنخليه هكاك ملفوف، او نسخنو في الكوكوت، وحطيت لكم طريقه في القناه ديال التسخين في الكوكوت، كنحط لكم كلشي كيبقى رطب، يعني الخبز راه شارك راه ما كيتفرتت ما والو. صافي حبيباتي، نقول لكم البنات اللي كيديروا الخبز في الكونجيلاتور كيطلع لهم يتفرتت، يا اما الخبز ما مدلوكش مزيان، يا اما ما فيش الماء، يعني كيكون قاصح العجينه ديالو، يا اما فاش درتيه في الكونجيلاتور لفيتيه في الزيف في منديل او في الورق الخبز كيخاصو يجي في السيلوفان او في الساشيات ديال الكونجيلاتور بلاستيك، كيخلو ديك الميديتي ديال الخبز كتبقى فيه. صافي حبيبي، داكشي علاش كيتفرتت لكم الخبز. والطريقه التسخين حتى هي، الا حطيتي الخبز بايت وصبحتي سخنتي مثلا في الفران، كاين الخبز اللي على حسب، الا كنتي دايره فيه الفينو اكثر من الفورس راه غيتفرتت لك الخبز وما شبعانش الماء، وحتى الخميره الا كانت كثيره فايته القياس كتعطي واحد المذاق في الخبز وكتخلي الخبز ديالك يتفرتت. صافي حبيبات، البنات اللي ما كيتحمر لهم الخبز رشوه بالماء البارد قبل ما تدخلوا الفران، وفاش تدخلوا الفران خرجي في صافي، فاش تشوفي الخبز ديالك شد في راسو ولكن باقي ابيض خرجيه من الفران، رشيه بالزربه مزيان بشي بخاخ ديال الماء، غير الماء عادي بارد، ورجعي الفران كيتحمر كيجي مقرمل حبيباتي، هكا محمر زوين مقرمش، تسمعي ديك لاكوت ديالو. حبيباتي هاني قديت الكوتيات مجموعه الكوزينه، قطاطره قد على المونطو ديالي هذا ديال الدار. المهم وانا كنقاد كنغسل الماء المجابيل، شفتو كنحيد نغسل ونحيد نغسل ونحيد، بقى لي غير داكشي داك البلاطو ديال الفطور. المهم كنقادو كنجمع الكوزينه ديال باش يكون كلشي منظم. ها هو تبارك الله، هادو درت فيهم الشكلاط ودهنتهم بالكونفيتير فاش طابو، درت لهم شويه الكوك وزينتهم قبل ما طابو بهاد السيريز. هادي الشهده ما درت فيها والو، درتها غير هكاك خاويه من الداخل، ودرت وحده في على الكوك وحده عليها دهنتها بالكوفيتير طبعا او المربى. هادو شاطوليا جوج، درت فيهم شويه شكلاط صغارات على هادو بحال هادو.
هنا كاين بطبوط صغير التعمار، هنا كاين بطبوط عادي لوكيل، وهنا كاين قرص. هنا هادو دهنتهم شويه المربى، هادو لا خليتهم، هادو شويه درتهم كبار، هادو درتهم صغار، ماشي صغار بزاف راه كبارات. المهم هذا هو الكوتيات، الا تسنيت غادي نبقى نشري كنهار. وهذا راه نتوما تعلمتوا هذا الشيء معايا في القناه حانوتي في داري، يعني كنجلسوا انا كنفضل ندير كل شيء في يومين او ثلاثه، نفرق الاشغال ديالي على كل نهار نبقى ندير حاجه. ولكن اللي عندها الوليدات صغار ضروري كل نهار غتبقى دير حاجه، ماشي غادي تقدر تجمع كل شيء في نهار واحد. ربواتي اللي بغيت تصاوبي هادو الملويات ديال عمري، وهادو اللي بغيت تصاوبي من نهار العيد، عمري من التفاح، عمري من وحده بالشوكولاته، وحده بالتفاح، وحدين باللوز، وحدين بالكوكو. شتي كيجو زوين مقرمشين، سمعتيه كروكانت هكا. هادو وهذيك لاطات، وهذوك حطينا بالطاوه ديالهم هكاك، هذوك حلوين. ملوي الفران رائع وسهل، كيكه بالتفاح بقشور. المهم شاركت معكم هذا الفيديو الصغير، واني بكم وراني نحبكم كاملين.